عم بتحضر الفنانة اللبنانية نوال الزغبي لتطلق غنيتها الجديدة لما بتحسبها، من كلمات حياة إسبر، ألحان فضل سليمان وتوزيع عمر صباغ. والغنية هي تتر مسلسل بروفا اللي رح ينعرض بشهر رمضان من بطولة الممثلة اللبنانية ماجي بوغصن والفنان المصري أحمد فهمي، وحصل موقع الفن على صورة حصرية تجمع نوال وماجي وأحمد. نشر الممثل السوري قصي خولي فيديو ببين فيه مع الممثل معتصم النهار من كواليس تصوير مسلسل 5.5، وعلق قصي وقال: أنا الموقع أدناه غمار الغانم، بعترف أني سرقت الموبايل والتابع للضحية جاد، وعلى عينك يا تاجر. منذكر أنه بتشارك ببطولة المسلسل الممثلة اللبنانية نادين نسيب جيم. علقت ياسمين عيسى طليقة الموزع المصري أحمد إبراهيم زوج الفنانة المصرية أنغام على الأخبار اللي انتشرت عن الفيديو الخاص بعيد ميلادها واللي بينت فيه عم ترقص على غنية أشوف فيك يوم، فصاروا يقولوا المتابعين إن عم توجه رسالة لزوجها بهالغنية. وقالت ياسمين: أنا وأحمد علاقتنا منيحة ومش مزبوط إن عم وجه له رسالة بهالغنية، في 5 أغاني انحطوا أنا وعم قص الجاتو، ما بعرف ليش علقته بس على غنية أشوف فيك يوم. ردت هيفا ماجيك على أسئلة المتابعين وقالت: أنا مسلمه والحجاب حلو كتير بس ما رح ألبسه مع أنه بيلبق لي. وقالت هيفا أنه إما لبس حجاب. وردت على متابع لإلها من الطايفة الدرزية وقالت: ياي شو بحبكن وبحب أكلاتكن. صدمت الإعلامية السعودية رندا الحمد الجمهور لما قالت إنها بتستغرب ليش رجال ما بياخدوا حبوب منع الحمل ودعيتهم لا ياخدوها، واعتبرت إنه هالموضوع صحي وعلمي. وتلقت رندا الكثير من الانتقادات بسبب هالحكي اللي قالته واللي تم اعتباره جريء كتير. انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي وبشكل كبير صورة من سنة 1998 لنجم الفوتبول ديفيد بيكهام، وبتبين الصورة كيف رح يكون شكل ديفيد بسنة 2020، بس ديفيد بشكله الحالي بعيد كتير عن شكله بالصورة وبعده حلو وجذاب. لتعرفوا كل الأخبار الفنية زوروا موقعنا الفن.com واشتركوا بقناتنا على يوتيوب ليوصلكم كل جديد.